سعيد، شرفت النهاردة بالحضور في مؤتمر المحامين العرب الرابع اللي بيعقد للمرة الرابعة ما بين قادة وكبار رجال القانون في مختلف البلاد العربية. أنا مستشارة قانونية، والنهاردة كانت كلمتي عن الموازنة بين متطلبات السوق العملي يعني تطور المجال العلمي والمهني لصغار المحامين، وحديث التخرج وإيه المتطلبات اللي بيطلبها الطرفين عشان يحققوا أرباح كتنمية وكتنمية الكوادر البشرية، وفي نفس الوقت يحققوا المكاسب الربحية للمكان نفسه أو مكتب المحاماة بيهدف إليها. أهم الصفات المطلوبة في شباب المحامين اللي لسه متخرجين واللي لسه بادئين المهنة الجونيورز أو كده، إن هم يكونوا عندهم المهارات الفنية والعلمية، يعني أدوات البحث العلمي، أدوات التحليل القانوني، ملكة التعبير عن الرأي بصورة جيدة، فن ومهارة مثلاً الإلقاء لو هم محامين أمام المحاكم أو كده. بتختلف بقى طبعاً من تخصص للتاني، بس كلهم لازم يمتلكوا أدوات قانونية بتاعت ممارسة المهنة، اللي هي البحث العلمي، التحليل القانوني، ملكة التمثيل الجيد، يعني ليه وجهة النظر. بوجه رسالة لشباب المحامين إن هم يحاولوا يتخلوا عن التكبر في طلب العلم، يعني لازم يكونوا عندهم دايماً التواضع لطلب المزيد من العلم، لأن وانس إن الإنسان هيجد نفسه خلاص وصل لأسمى العلوم يعني ونماها جداً، هيقفل على نفسه باب اكتساب خبرة أكتر وتطلع أكتر في مجالات مختلفة للقانون. فدايماً يبدأ صغير وبتواضع، ويكمل دايماً إن هو يحسن من نفسه، ما يحسش إن هو وصل لمستوى معين وده يكفيه، ما يقارنش نفسه بغيره، لأ، هو يكون نموذج حي لنفسه قدام نفسه، ويشتغل على كل نقاط ضعفه، وفي نفس الوقت يوظف نقاط قوته إن هي توازن نقاط ضعفه دي عشان يطور من نفسه في الآخر. بس شكراً.